في بلاغ مثير أصدرته وزارة الداخلية في مساء يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023، أعلن عن نجاح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة في تفكيك خلية إرهابية تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي. الملفت في هذا البلاغ هو التناغم بين العمل الاستخباري والمتابعة الفنية والميدانية الدقيقة، حيث استندت العمليات الناجحة إلى معلومات استخباراتية موثوقة، وبفضل إشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تمكنت الوحدة من إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية الإرهابية. وما جعل الأمور أكثر إثارة هو اعتراف أفراد الخلية بأنشطتهم عبر الفضاء الافتراضي، حيث كانوا يعملون لصالح التنظيم الإرهابي ويخططون لتنفيذ عمل نوعي يستهدف إحدى الشركات في الوطن القبلي. الهدف السطو بإطار ما يعرف بياء الاحتطاب،